ثانيا ان تكون حاصل على شهادة المحامي المصرفي، وللأسف الشديد ان عدد كبير من المحامين ما يعرفوش اي حاجة عن شهادة المحامي المصرفي، وهي شهادة تؤهلك للعمل في القطاع المصرفي، ويتم تقديم هذه الشهادة عن طريق المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي. ودور هذه الشهادة هي رفع كفاءة المحامين والمتقدمين للعمل بالشؤون القانونية بالقطاع المصرفي، وبتجعلهم على علم بكل طبيعة عمل الشؤون القانونية بالقطاع المصرفي، وربط الشؤون القانونية والإدارة القانونية بكل الأفرع والجهات الخارجية والداخلية. وطبعا في حالة حصول المحامي على شهادة المحامي المصرفي تكون فرصته في العمل اكتر من غيره، يعني اكيد لما هيجوا يختاروا واحد حاصل على شهادة المحامي المصرفي او واحد غير حاصل على شهادة المحامي المصرفي هيختاروا الحاصل على الشهادة طبعا، لان هيكون على علم بشكل كبير جدا بطبيعة العمل القانوني داخل القطاع المصرفي. وعلشان كده لازم كل الخريجين الجدد والمحامين يتم تأهيلهم وتقدمهم لشهادة المحامي المصرفي.